مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات والتحديات على ارضية هذا الميدان ينطلق شوطنا السادس يحمل منافسات في الجعدان الفطايم ابدا مع المركز الاول ليتعرف على الصدارة اتعرف على المركز الاول واجد على صدارة شوط على المركز الاول هنا هملول سعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبية المركز الثاني هناك الوصول والقدوم مع نمرود سلطان بن محمد بن سلطان الخاطري المركز الثالث الم... تحر مهير بن راشد بن مهير بالقوم لكتبي وايضا ارصد لي ارصد للقدوم مع الشاهينيه محمد بن راشد هناك القادم شاهين بهذه اللحظات محمد بالراشد بن راشد بن مركان لكتبي يتقدم يتقدم بوسعيد يتقدم مع شاهين على المركز الثاني المنتحر مهير بن راشد بن مهير بالقوم والمركز الثالث يصنع مرؤوس سلطان بن محمد القاطري ولكن وين الفوز وين وين الانتصار ايضا ارصد لي هملول ارصد لي شعار علي بن محمد بن بن غدير ولكن وين الفوز وين الانتصار اللحظة الاخيرة ما بين شاهين ما بين برود وايضا القادم الوصل شاهين حمد بن خميس بن سلطان العويسي يصل باللحظات الاخيره ولكن البدايه نمرود نمرود اللحظات المثيره العويشي من الجانب الاخر بدا يتسلل مع شاهين حمد بن خميس بن سلطان العويسي سلام على الفوز والانتصار المركز الثاني نمرود سلطان بن محمد بن سلطان الخاطر المركز الثالث لمحمد بن راشد بن مرخان لكتبيت توقيت دقيقه و53 والناموس الحمد بن خميس بن سلطان العويسي على الفوز والانتصار بنقطة هذا الشوط بسادس الأشواط مؤكدا الحضور مؤكدا هذا الفوز والانتصار